بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي وحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، هناك ما شاء الله تبارك الرحمن كثير من القصص تصلنا. شو يعني قصة؟ بالله عليك شو معنى كلمة قصة؟ يعني للدروشي، ولا هي بداية الثقة بين العبد وربه؟ يعني قصة يعني وجدت من عبادتي شيء، يعني وجدت إن الله يعطي، يعني وجدت أنا عندما لزمت الاستغفار وتبت إلى الله، الله قريب مجيب، بدأت أفهم مراد الله، بدأت أجد أن الله قريب، لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة، بدأت الثقة تبنى بيني وبين الله، بدأت أستطيع أن أتكلم عن ربي كما هو رحيم. هذه هي القصة، قصتي إني أنا وجدت الله. نعم، كنت أنا أردد صلاة، أردد استغفار، أردد كذا، مفكر حالي عمال أعمل شيء، والأصل هو معرفة الله. نعم، الأصل هو معرفة الله. طيب إذا عرفت الله، والأصل هو مخافة الله، أن تخاف الله. لماذا؟ لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التقوى، إنما التقوى ها هنا، يعني في القلب، مخافة، عندك وازع، عندك فطرة سليمة، عندك وازع ديني، في رادع، الرادع شايف، حدك شايف، بتخاف حدا يجي عليك وانت ساقط في سقطاتك، يعني بتخاف في كمرة مراقبة، في شرطة، في كذا، هذا رادع. لكن الوازع هو داخلي، يعني نميت هذا الوازع حتى بدأ يؤزك، لا هذا حرام، لا تفعل، لا تقترب. نعم، فبدأت تراقب الله جل في علاه. وأنت من الذين إذا ذكر الله تصبح من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فبداية المشوار هو قصة. نعم، وذكرهم بأيام الله، هذا يوم من أيام الله فتح الله عليك فيه، فلا تنسى هذا اليوم، لا تنسى أن تزيد فيزيد الله. نعم، تزداد قرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. طبعا إحنا كلنا سقطنا بالفرائض، يا من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب شيء تعمله أنت فرائض الله التي أمرك الله بها، وانت يا مسكين ظنيت انه الصلاة والصيام والحج والزكاة وانتهى الموضوع، ثم انتقلت الى النوافل، لازال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فانا احببته، كنت سمع الذي يسمع به، وبصري الذي يبصر به، ويدي التي تبطش بها، ورجلي التي يمشي بها، ولئن سألني لا اعطينه، ولئن استعاذني لا اعيدنه. نسأل الله ولا يستجيب، نستعيذ بالله ولا يعيدنا. لماذا؟ لأن سقطنا بالفرائض، إحنا أتينا بالنوافل، نحفظ كتاب الله، نقوم الليل، نصوم اثنين وخميس، نتصدق، نقرأ في كتاب الله، نذكر الله في أذكار متعددة، لكن بما أحب الأعمال إلى الله سقطت. أنت فكرت أنها تنتهي في الصلاة والصيام والحج والزكاة، لكن أكل الربا هو من الحرام، فنهاك الله عنه، فهو من الفرائض. نعم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأنت ما غضيت بصرك. قل للنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهي من الفرائض، فأنت ما أدنيت عليك من الجلباب، فهذا من الفرائض. الغيبة، النميمة، هي من الفرائض أن تنتهي عنها. الغش والحرام وعلف الزور ويمين الزور والكذب، كل هذا فرائض تنتهي عنها، مجبور تنتهي عنها. لكن إذا شئت اقرأ قرآن أو لم تشأ فلا تقرأ قرآن، هذه نوافل، مفهوم، ولازم أنك تقرأ. مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت، مفهوم. لكن عشان أبين لك، أنت سقطت بالفرائض وأنت بتظن أنك أتيت بكل الفرائض، عشان هيك يا رب فيش استجابة. عليك أن تتوب من ذنوبك وتمتثل لأوامر الله، وسيئتها أنت على ألف خير. نعم، فمعنى القصة أني أنا بدأت الطريق الصحيح مع الله، بدأ الله يفتح علي. استمر أخي الكريم، أكثر وأكثر، واستمر.
منعك من الأرزاق أو منعك من الولد يعني الإنجاب، أو منعك من المطر، أو منعك من في عليك سعر تعطيل أو في مشاكل لا تهتدي سبيل. هذه رسالة الله، الدعوة، الدعوة من الله إليك يا عبدي، إحنا عطلنا لك أمورك عشان تيجي لعنا تطلب منا طلباتك، كنت تطلبها من الناس ومن حولك من البنك، وهي عطلنا لك. فهي الرسالة الربانية، فهمت؟ الرسالة من الضرس، عندما يوجعك هذا الضرس وانت نايم تستفيق من النوم من الألم، فبقول لك في هنا مشاكل حلها في الضرس، روح أصلحها. نعم، وهكذا الله جل في علاه بعث لك هاي رسالة عشان انك انت تستفيق من هذا اللعب اللي بتلعبه، وتبدأ تعبد الله كما يحب الله ويرضى، وإلا سيزداد السحر أسحار، والدين ديون، والهم هموم، وتزداد الأمور سوءا بعد سوء على سوء على أكثر. يعني لربما إذا مديون تنتقل إلى الصحة والعافية، وتبدأ تفقد الصحة والعافية، وإن لم تفهم لربما يبدأ الله يأخذ من أطرافك، وإن لم تفهم يبدأ يأخذ من أولادك، وإن لم تفهم لربما يشردك ولا يبقى لك لا ولد ولا أرض ولا ديار وأنت طريد. فهمت؟ توب، بتعيش حياة طيبة كريمة، وبتصير عندك قصة بشجعك إن الله يعني استمر وأكثر وستر عجبا من عند الله. قصص إن شاء الله ونستمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا متتبعي أخونا قد حجازي بلغوا عني ولو آية. معنا اليوم قصة من ليبيا تروي صاحبتها. السلام عليكم أختي أم رفيدة، أنا أريد أن أروي لك قصتي التي حصلت معايا منذ يعني أكثر من 3 سنوات. قبل أن أعرف قناة الأخ محمد حجازي كنت دائما في حيرة من أمري، لا أعرف إلى أين ومن أين وأتخبط، حياتي لا طعم لها ولكن بدون عمل كذلك. فاجتهدت حتى أجد عملا، وأنا من النوع الذين لا يبقى يعني مكتوف الأيدي وينتظر العمل أن يأتي ويطرق على الباب. فالمهم اجتهدت وبحثت عن عمل ووجدت العمل فعلا، وبدأت أعمل في محل. فتقول بدأت عملي هذا وإذا بأبي ينزعج مني، وكل يوم رأي توقفي عن هذا العمل، توقفي، أبي لم يرضى أو لم يرتضي لي هذا العمل. لا أخفيك يا أختي أم رفيدة، حزنت كثيرا، توقفت عن العمل، وسبحان الله في يوم من الأيام وأنا في هذا الحزن العميق أحسست أنه يجب أن أقوم وأصلي ركعتين إلى الله سبحانه جل في علاه من يأتي بنا. يا متابعين الكرام، نحن كذلك قلنا كذا مرة في كذا مقطع، إن الله جل في علاه هو الذي جرنا إليه جرا عفوا وأتى بنا لخير الدنيا والآخرة. فتقول الأخت الكريمة، قمت توضأت صليت ركعتين، ثم لا أعلم ألهمني ربي، شعرت بصوت داخلي يقول لي استغفري. فلا أخفيك بدأت أستغفر، لا أستغفر بأعداد كبيرة، ولكن بدأت أستغفر وأستغفر، وطال هذا مدة ربما 3 أو 4 أيام. فوجدت أبي يقول لي إذا أردت أن تعملي فقومي واعملي. تقول صرت أسأل ربي أن يرزقني عملا يرتضيه لي وأنا مستغفرة. لا أخفيكم عندما استغفرت وصار أبي هو من يطلب مني أن أخرج للعمل، فشعرت أنه هذه ثمرة الاستغفار، وبدأت أجاهد نفسي وأستغفر وأحاول أن أزيد في الأعداد، وأسأل الله. وأنا كنت قد وضعت طلبات في أماكن عديدة قبل أن أبيع في المحل، يعني أكون كبائعة في هذا المحل، كنت وضعت طلبات في أماكن كثيرة ولكن دون جدوى، وأنا مستغفرة وإذا بالهاتف يرن، تكلمني سيدة تقول لي تعالي ونحن نحتاج إلى عاملة ويجب أن تبدأي من يوم الأحد.
تقول أنا كنت قد وضعت عندهم طلب وملف للاشتغال، وهذه المديرة كانت لا ترد علي، ففجأة سبحان الله تناديني، تقول ذهبت وبدأت العمل، وكانت هذه المديرة يعني هذا العمل هذا يعطونا القليل من الراتب، ومستحقاتنا باقي مستحقاتنا يعني لا تصلنا، وسبحان الله كل 6 أشهر ينزل الراتب. تقول طبعا هذا الأمر كان مزعجا للغاية، ولكن أفضل من سبحان الله عندما نقول هنا سأستوقف وافتح قوسا، فالاستغفار بأعداد كبيرة سبحان الله، مثلما روت في إحدى المرات مشرفتنا ياسمين نمسيها بالخير من هذا من خلال هذا المقطع، تقول أنها كانوا يستغفرون في بيتهم هي وأخواتهم، فسبحان الله عندما جاءت العطية أخذت هي أكثر من أخواتها، وهي كانت تستغفر أكثر منهم، فانتبهوا لهذه النقطة. فتقول أعطاها يعني راتبها لم يكن كاملا، وطبعا هذه مستحقات تبقى من حقها مع الزمن تتراكم، ولكن تأخذها مرة واحدة وعلى مرة. تقول كانت بتستغفر وبتقوم بهذا العمل وتسأل الله أن يرزقها عملا. لاحظوا إحنا لما بنتعامل مع الله بنتعامل بالضعيف مع القوي، القوي المتين الملك القدوس الذي خزائنه لا تنفذ. تقول مستغفرة ومستمرة على الاستغفار وتسأل الله. لاحظوا ماذا سألت متابعينا، أنا لما سمعت قصتها هذا المقطع بالذات والله أضحكني، ولكن لم يضحكني استهزاء أو سخرية، أضحكني من البساطة التي في علاقتنا مع الله. كم إحنا يعني يجب أن نشعر أننا ضئيلين جدا جدا أمام ربنا جدا. فتقول سألت الله: اللهم أرزقني عملا أنام فيه، لاحظوا أنام فيه وأكسب فيه المال، يعني أرتاح فيه وأكسب فيه المال. إذن تقول أختنا الكريمة تريد عمل تنام فيه وتكسب أيضا المال. تقول ذهبت إلى لأن تراجع المالية، فتجد عامل تقول له: يا أخي يعني أنا عندي إشكال في الراتب ولا ينزل الراتب كاملا ومنذ أشهر. فتقول سبحان الله، فالعامل لم يعطلني وقام بالإجراءات الكاملة، وتقول ما هي إلا 2 أو 3 ونزل الراتب كاملا، وهي لازمة للاستغفار. سبحان الله. تقول لي بعد ذلك: ما أجد إلا يتصلوا علي ويقولوا لي: تعالي لتعمل في حضانة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. سبحان الله. فتقول لي هذا العمل كنت أعمل فيه وكأنها شقة، المكان الذي تعمل فيه هي وهؤلاء الأطفال. تقول لي وكأني في بيتي، أخرج من حوشنا كما قالت هي، من البيت، من بيتهم يعني. تقول لي أخرج من بيتنا، تقول أخرج من حوشنا وأذهب إلى حوشنا، استخدمت هذه العبارة. تقول أنها خرجت تخرج من بيتهم يعني، وتذهب إلى كأنها تخرج من بيت أهلها فتذهب إلى بيتها. تقول لي هذا العمل أقوم به مع هؤلاء الأطفال الذين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنام وأرتاح وكأني في بيتي. سبحان الله، أتاها الله سؤلها كما أرادت. الآن أختي الكريمة عرفت والتحقت بمجموعة والركب، ركبت سفينة الاستغفار مع أخونا محمد حجازي والمجموعة كلها، وكل من يتلقى رسائلنا وكل من تبعنا. طبعا نوجه لهم التحية ونقول الحمد لله، الآن نحن بالآلاف بفضل الله، وقريبا قريبا جدا بالملايين، وإن شاء الله نحن نواة الخير التي أراد الله بها خيرا، لنكون إن شاء الله النواة الأولى في إعادة إحياء هذه الأمة وخروجها من العقاب إلى رحابة رحمة ربها بلزوم الاستغفار. تقول الآن: أنا أستغفر بأعداد كبيرة ولا أخفيك أختي أم رفيدة، رزقي يأتيني كل حين، ناهك عن الهدوء والراحة البال. وسبحان الله أختنا تقول لي مؤخرا تتصل عليها إحدى الأخوات التي تعرفها، تقول لي وتقول لي: سبحان الله لا أدري كيف، لقد رأيتك في الرؤيا وأنك تتزوجين. نسأل الله أن يرزقك أختي الكريمة الزوج الصالح الذي تقر عينك به وتقر عينه بك، وأن تكوني نعمة الزوجة. طبعا المستغفرات، إحنا بتأتينا رسائل من أخوات مستغفرات تقول لك: قبل الاستغفار كنت زوجة نكدية، كنت زوجة زوجي لا يعرف
في الراحة والهناء معي. فبعد ذلك بعد لزومها الاستغفار صارت تراعي الله في زوجها، تخاف الله في زوجها، فتقول أن زوجها تفاجأ بهذا التغير وكانت سبب في أن يأخذ زوجها خاتم التسبيح الإلكتروني ويبدأ هو كذلك في الاستغفار. وهناك زوجات بفضل الاستغفار تغيروا أزواجهم وتغير طبع أزواجهم، وهناك زوجات واثقات تمام الثقة بلزومها الاستغفار. أخت معنا تطلقت ورأت في ذلك الخيرية لأنها كانت مع زوج لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما، وكان معظم وقته في الأفلام الغير لائقة وكانت أخلاقه تحت مستوى الصفر. إذن هذه قصة أختنا من ليبيا، نلقاكم إن شاء الله بخير. نلزم الاستغفار ونأخذ صورة البقرة بعد لزوم الاستغفار، لهذا لأنه هذا السؤال يتكرر كثيرا، وهذا طبعا سيجيب عنه أخونا محمد حجازي. وفى وكفى، جزاه الله عنا جميعا كل خير، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. جزاك الله خير أختنا أم رفيدة، بارك الله فيك. يعني الساعة أنا عندي 3 إلى 4 فجرا تقريبا، يعني منذ أن أفيق إلى الآن، يعني تعبت صراحة، عن جد تعبت، ولكن ما بدي أفوت قصصكم. وهذه الأمة تحتاج من يسهر عليها، من يسهر حتى يفتح الله علينا، والأمر عند الله. نري الله منا هذا الاجتهاد إن شاء الله، عسى الله أن يحيي قلوب الناس التي ماتت بسبب الذنوب، ماتت بسبب الأعراس، ماتت بسبب العري، ماتت بسبب الإباحيات، ماتت بسبب القروض الربوية، ماتت بسبب قطيعة الأرحام. نعم اقترفنا ما تركنا من ذنوب، حولها الله علينا سخط وغضب وديون وهموم وكروب هذه الذنوب. لئن تبنا سيرفع، وأنتم تسمعون هذه القصص، والقصة هي بداية الطريق الصحيح مع الله. وهاي يوم من أيام الله، الله سيذكرك في هذا اليوم عندما فتح الله عليك وأمطرك وحرك لك سحاب وجاءك الرزق من حيث لا تحتسب. فكن أخي الكريم مبلغ، بلغوا عني ولو آية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. عيش الآية أخي الكريم، في هذا الزمان تحتاج أن تعيش الآية. نعم، وأن تلزم الاستغفار وأن تتوب من هذه الذنوب التي هي سبب الذل. أخرج أخي، أخرج من دائرة إنك تكون يوم القيامة عندما يقول الله جل في علاه قفوهم فإنهم مسؤولون. أخرج من هذه الدائرة، قل سأخرج نفسي من هذه الدائرة، إني أنا سبب في ذل الأمة بكثرة ذنوبي وأكل للربا والسقطات والإباحيات وقطيعة الأرحام وما امتثلت لأوامر الله. فأخرج نفسك وانأى بنفسك بطاعة الله حتى يستثنيك الله يوم القيامة ويقول قفوهم إنهم مسؤولون. لا تكون، نعم، وأمر بالمعروف وانهى عن منكر وباشر في عبادة الله كما يحب الله ويرضى. واعلم أخي الكريم لن ينفعك أي استغفار إذا لم تتوب. نعم، لا سيد استغفار ولا شيء لن ينفعك حتى تتوب. لا تستمر، قد يتغير الذنب، قد يتغير الذنب كل يوم، ذنب تسقط هنا، يعني تخصمت أنا وياك، لكن غدا أنت وقفت السيارة في مكان لا يليق أنك توقفه، فهذا ذنب آخر. ولا ربما أنت مثلا عملت شيء آخر، نظرت تغير الذنب، مش نفس الذنب. أنا كل يوم أنا عيني مطلقها ولساني مطلقه وكل ياتي مستمر اللي أنا عليه هكذا. لا، لازم نتوب ونراقب الله ويكون مخافة الله في قلوبنا. بدي أشوف أنا إن شاء الله شوي صغيرين، شوف اقرأ باقي القصص عشان ننهي هذا الدرس إن شاء الله. بديش تضيع القصص عشان هيك، يعني وهي قصص الناس، ورسالة الناس تأتي لنا بقصتها، فبارك الله فيهم وجزاهم الله خير. احنا ان شاء الله هاي القصص كلها سننقلها على جروب القصص، لكن اول اشي بتخرج بحلقات مع موعظة مع كلام كيف نتعرف على الله. في الاستغفار ستعرف الله، سيعرفك الله جل في علا في ذاته،
سيفتح عليك أبواب المعرفة، أبواب الخير، أبواب الرضا، وستكون مستجاب الدعاء. توب من الله، توب والزم الاستغفار. نعم، الاستغفار سيقودك إلى سورة البقرة. طيب أنا بدي أقرأ هذه القصة إن شاء الله، نشوف في يعني قصة ورؤية وهكذا، كلها رسائل للمتابعين نقرأها إن شاء الله على مسمعكم. تذكرت قصة حصلت لي قديما وأنا أسمع كلام العم محمد حجازي وهو يقول لأم رفيدة وهي تصلي، وقف شخص ما يعني من نور أمامها، هذا كان في رمضان طبعا. تذكرت هذه القصة، جلست فترة وبعدها قلت ليه ما أقرأ القرآن مدام فاضي. بدأت من سورة البقرة حتى وصلت لآية الكرسي، سمعت شخص يقول شوفي الجدار أمامك 3 مرات. شفت الجدار، فجأة ظهر لي نور أقوى من نور اللمبة. جلست أنظر لنور، وكان النور فوق الوالد رحمه الله بشوية حتى اختفى. يعني هاي نوع من المشاهدة، المشاهدة هي رؤية في اليقظة، والرؤية هي رؤية في المنام. المشاهدة هي أنك أنت وأنت تقرأ قرآن أو أنت على ذكر، فيعني في ناس بيصير معها هذه المشاهدة، هي رؤية، رؤية يقظة. أنا يعني أنا مستيقظ فأرى شيء، يعني هي كلها لمحة ثواني يرى هذا الشيء وكأنه حقيقة. طبعا هي رؤى، في منها مخبرة صحيحة وفي منها والعياذ بالله من غرس الشيطان. على كل حال مش مهم، إننا نقرأ قصص المتابعين. القصة رقم 2، الأخ محمد بن حسن. من القصص الملهمة، حيث كنت شاهد على تفاصيلها بحكم الصداقة والزمالة التي جمعتني بصاحبها. هذا شخص يروي عن صاحبه. صديقي أبو أحمد تزوج منذ ما يقارب 20 عاما، وبعد تأخر الإنجاب قام الزوجان بعمل الفحوصات الطبية، ومن خلالها اكتشفوا أن الزوجة لا أمل لها بالحمل سوى التلقيح الصناعي، فتوجهوا إلى مراجعة إحدى المراكز الطبية في العاصمة الرياض، وبدأت دوامة المراجعات بفشل متكرر للحمل. وبعد عدة محاولات توجهوا للعاصمة عمان في الأردن، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وكانت الحصيلة 15 عاما من المراجعات والانتظار. قرر الزوجان الذهاب للعاصمة البريطانية، حيث ذكر لهم إحدى المراكز المتخصصة والتي قضوا 6 أشهر في المراجعة والعلاج هناك في بريطانيا. يقسم صديقي بأن تكلفة ما أنفقه ما يقارب 1,000,000 ريال على مراجعة المراكز المختصة في 3 عواصم، حتى فقدوا الأمل فعادوا وبلا جدوى. فأصرت الزوجة على زوجها بأن يتزوج بالثانية، زوجة الأولى أصرت عليه أن يتزوج بزوجة ثانية، وفعلا هذا ما حدث، وتزوج بالثانية ورزق منها بطفلة الأولى. الثانية تزوج فأنجب طفلة الأولى. أما الزوجة الأولى فيقول صديقي منذ أن عدنا من السفر لازمت الاستغفار، فلا أراها إلا مستغفرة. في أحد الأيام يقول عدت للمنزل وإذا بزوجتي الأولى، يعني الأولى، تشتكي من آلام في بطنها وقليل من النزيف، وكانت الطبيبة النسائية قريبة من المنزل، فقلت لها اذهبي للطبيبة، وكان ما في تصورنا أنها لخبطت بالهرمونات، يعني لخبطة بالهرمونات سببت هذا الشيء. يقول عندما رجعت للمنزل عادت بوجه غير الذي ذهبت به، سمه ما شئت، ذهول، صدمة، فقط تبكي أنا حامل. يعني هذه الأولى سبحان الله حملت بالاستغفار، فقط تبكي أنا حامل. والله لا أنسى كيف كان حاله عندما تواجهنا في العمل صباحا، كمية من الفرح لو وزعت على كل من يعرف لكفتهم. تخيل سبحان الله كل الإنفاق هذا بالاستغفار، 1,000,000 ريال
لو لازموا الاستغفار كان وفر الله عليهم هذا المال كله وكل هذه 20 سنة. إنها ذنوبنا التي تغطي على عيوننا. ذنوبنا فلان شايف حاله، فلان معربد، فلان بيكذب، فلان بيحكي، فلان هكذا، ونشرك بالليل والنهار، ننسب فضل هذا، نظن الطبيب هذا اللي ببريطانيا هو اللي بيجيب الأولاد. احنا بناخذ بالأسباب صحيح، بس لكن بظل الله جل في علا ما ذهبنا، ما استخرنا في عندك صلاة استخارة، أذهب يا ربي على بريطانيا، يا ربي أنا بدي الدرية، بستخير الله، هل أذهب إلى طبيب غير طبيبي؟ هكذا استخير، وانت اقبل على الله والباقي على الله، سيتولى أمر هذا الشيء، وتأخذ بأسباب الأولاد يعني إذا طال معك الحال. الاستغفار طبعا، لكن الذنوب مرات بتغطي على العينين وعلى الفكر وعلى الفهم، بتبطل تتذكر شيء. فقد تبكي أنا حامل والله، لأني والله لا أنسى كيف كان حاله عندما تواجهنا في العمل صباحا. كمية من الفرح لو وزعت على كل من يعرف لكفتهم. فقص عليه القصة كما حدثت، وأنها لم تلتزم إلا بالاستغفار، بل إنه في تلك الفترة لا تستخدم إلا علاجات، أي علاجات، حيث صنفت نفسها إنها لا تنجب، يعني وكأنها هي الزوجة الأولى، يعني خلاص بطلنا، لا بدي دواء ولا شيء، زوجها تزوج وخلف بنت، وأنا خلاص أنا يعني هي المرأة الزوجة الأولى، صنفت نفسها كأنها مش رايحة تنجب، فش حاجة للأدوية، خلصنا أدوية خلاص على البركة، صنفت نفسها إنها لن تنجب. قابلته قبل شهر يشتكي من إزعاج الأطفال في المنزل، 6 أطفال ما شاء الله للزوجتين، 6 أطفال للزوجتين، يعني وغاب عنه لربما 2-3، فوجدوا هاي مخلفة 3 وهاي عندها 3-6، والله أعلم. هذه قصة صديقي وزوجته الملازمة في الاستغفار، أسأل الله لا يحرمنا أجر من تكون له ملهمة ومحفزة هذه القصة. طيب احنا ان شاء الله ننتقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم كلامك صحيح، بنتكلم عن الاستغفار، سورة البقرة طبعا. استغفرت 6 أشهر، بنتي اتخطبت وتزوجت والحمد لله، هذا غير كرم ربي من ناحية الفلوس، كل شهر يأتيني مبلغ نعيش منه، والآن ابني راح يتزوج وما زالت الأموال تأتيني، يا ربي لك الحمد والشكر، لا تترك الاستغفار وسورة البقرة، جزاك الله خيرا. طبعا هي عندي على القناة بالتعليقات، تتركوها نزلناها هاي. الآن إسا احنا نفوت قصة مستغفرة مع القولون عصبي وحياة ضنك. قولون عصبي وحياة ضنك. السلام عليكم أختي الفاضلة أم رفيدة، يعني هي المشرفة المركزية على النساء أختنا أم رفيدة. السلام عليكم، أنا كنت أعاني من قولون العصبي والمس الشيطاني، وبديت الاستغفار شهرين هذه، وقطفت جميع ثمار الاستغفار ولله الحمد، منها حلمت بسقوط الثلج وأمطار وأمطرت السماء ولله الحمد، وهذا كله بفضل الله وبفضل الاستماع لقناة السيد الفاضل محمد حجازي، والآن بدأت أقرأ سورة البقرة 4 مرات. لقد عانيت من هذا المرض مدة 22 سنة. يا جماعة انتم بتتخيلوا انسان يعني يعاني 22 سنة من مرض، يعني احنا بنتكلم هنا كلمات بسيطة، معاناة يعني لربما هذول كانوا رايحين جايين على الأطباء، يعني هذول ربما ما كانوا يناموا ليل، لربما هذول الناس يعني كانت أخلاقهم يعني ضيقة جدا، يعني أخلاقهم يعني مش صحيحة. ليش؟ لأنه الأمراض يفتك، فحياتهم ضنك، حياتهم قهر، حياتهم وكأن الله مسلط الدنيا عليهم. فهمت شو معنى 20 سنة من لا يهتدوا؟ والزواج الذي كان هذه القصة قبلها سنين بدون 16 سنة، قالوا 16 سنة، لحظة شوي بالله، لحظة بس شوي، إن شاء الله الزوجين 15 سنة بالقصة التي فاتت، وهي 22 سنة، يعني سبحان الله لا إله إلا الله. طيب
لقد عانيت من هذا المرض القولون العصبي يعني مدة 22 سنة ولم أجد الدواء الشافي، علما إنني ذهبت عند جميع الرقاة وأخذت جميع الأدوية سواء الطبية والنفسية والأعشاب والعسل ولم أجد أي تحسن يذكر. كنت أقوم الليل بسورة البقرة وأقراها مرة واحدة في اليوم ولكني لم أجد الشفاء، وكانت حياتي كلها مشاكل بالإضافة إلى مشاكل التي كنت أعانيها بسبب المس الشيطاني، حيث كنت أحاول الهرب من المنزل وأحاول الانتحار. كان والدي يأخذني آنذاك، كان عمري 22 سنة، إلى المشعوذين والمشعوذات والرقاة، لكنني لم أجد أي تحسن. الآن عمري 44 سنة، متزوجة وأم لثلاثة أطفال، لكني كنت أعيش حياة ضنكة مليئة بالمشاكل الزوجية والمعاناة مع هذا المرض، حيث عندما يحضر الجن في جسدي يتكلم ويسقطني أرضا وأظل أصرخ طوال اليوم طوال الوقت. هذا كانت معاناتي إخوتي لسنوات 22 سنة إلى أن تعرفت على قناة الأخ محمد حجازي. 22 سنة والشيطان يصرعها وهي يعني مسيطر عليها. نعم، وهذا المرض عندما يحضر الجن في جسدي يتكلم ويسقطني أرضا، صرع وصراخ صراخ صراخ صراخ، من يطيق؟ لا زوج ولا أولاد ولا حدا يطيق هذا الشيء، وهو مسيطر. إنها ذنوبنا، مشكلتنا مع الله. إلى أن هذا الكلام لازم يصل للمشايخ، لازم يصل للرقاة. نعم، الراقي لازم يعرف أنه مشكلة المريض الذي عنده مع الله، عليه أن يدله على الخير. أول شيء هو يعيش الاستغفار، عليه أول شيء أن يعيش سورة البقرة. كمان الراقي لازم يكون مبلغ عن الله، مش فقط أنه يرقي هكذا يرقي. نعم، لازم يبلغ آية، لازم يدل الناس لماذا هو تحت العقاب. هذا ليس بلاء إخوتي الكرام، عندما تستغفر القليل ويرفع الله عنك شيء فأنت مليون في المية كنت تحت العقاب. لازم نعرف نتعامل مع الله، لازم نعرف لماذا، هل هناك خروض ربوية، هل هناك قطيعة أرحام، هل هناك تفلت، هل هناك عري، هل هناك ظلم، هل هناك سمي ما تشاء، أي فرائض فرض الله أنت بخذها يعني وكأنك يعني تفعل ما تشاء. معاناتي إخوتي لسنوات 22 سنة إلى أن تعرفت على قناة محمد حجازي وبدأت الاستغفار شهرين، والحمد لله أنا أتحسن يوميا بعد يوم. بدأت اليوم بقراءة سورة البقرة 4 مرات. أنصحكم إخوتي بالاستغفار وأن تفعلوا كل ما يقوله الأخ محمد حجازي حتى تقطفوا ثمار الاستغفار. بعد ذلك ابدأوا في سورة البقرة، وأتمنى لكم الشفاء والتوفيق في الحياة إخوتي الغاليات، أخواتي الغاليات. نسيت أن أقول لكم إخواتي إنني بعد مرور شهر من الاستغفار جاءني، اسمع لي، نسيت أن أقول لكم إخوتي إنني بعد مرور شهر من الاستغفار جاءني إسهال شديد لونه أسود مائل إلى الحمرة، دام مدة يومين، وبعد ذلك مباشرة أحسست بتحسن كبير في حياتي وفي جسدي. نعم، قد يكون الإسهال رائحته كريهة مع شيء مثله، إنه من أعمال الشياطين، يعني يحبس سحر أو يمسك عمل. نعم، فهذا دلالة جميلة، لربما ريحة عرقك يعني في شيء أكثر من اللازم، كل هذا من الأسعار. أو جد عليك شيء، جد عليك تعرق شديد وما كنت تتعرق، جد عليك أي شيء، انتبه. ونسيت أن أقول إني قطفت ثمار الاستغفار مبلغين ماليين، الأول 3000 درهم مغربي والثاني 1600 درهم مغربي. أختي أم رفيدة أريد أن أحكي قصتي هاتي لكي يستفيد منها الجميع، ولك جزيل الشكر، وأيضا أوصليها للأخ الفاضل جزاه الله عنا كل خير كي يحكيها في قناته، والفضل كله لله ثم لهذا الأخ الفاضل وقناته. اللهم ارحم، الله يرحم لك والديك أختي الكريمة، حفظك الله أختي.
تتكلم تزيد كما تضيف على قصتها. أريد أن أضيف أن علاقتي الزوجية كانت مدمرة، زوجي كان يحتقرني ويعايرني بألفاظ الحيوانات أجلكم الله، ولا يصرف علي أنا وأولادي لأني موظفة، لأني موظفة، وكنت صابرة رغم كل ذلك إلى أن بدأت الاستغفار ومر شهرين. الآن زوجي ولله الحمد يعاملني كأميرة سبحان الله. تغير معي 180 درجة، كأنه شخص آخر، وأخذنا في سفر وأصبح يشتري لي وللأولاد كل ما نريده. سبحانك يا جليل ما أكرمك. كنت معاقبة بذنوبي. أختي أم رفيدة، الحمد لله والشكر لله، وجزى الله عنا الأخ حجازي خير الجزاء. عرفت الطريق بعدما كنت تائها بين الأوراد، مرة حوقلة، مرة صلاة على نبي، مرة دعاء ذي النون وكثرة الصدقات، ولكن دون جدوى كان دعائي غير مستجاب. الآن أختي لن أترك الاستغفار وسورة البقرة ما حييت، وأنصح الجميع باتباع نصائح الأخ حجازي. يمكن للأخ حجازي أن يقرأ قصتي من الهاتف في قناته، ليس عندي أي مشكلة. حبيبتي أم رفيدة جزاكم الله خيرا. نعم نكمل إن شاء الله قصص 30 دقيقة بعد قصة. السلام عليكم إخوتي، عساكم الله بخير. أريد أن أسأل، أنا جديد في المجموعة، أريد معرفة البرنامج الذي ذكره الأستاذ محمد حجازي بالتفصيل، بارك الله فيك. وعليكم السلام. لزوم الاستغفار 30,000 استغفار يومي وترك الذنوب مع تاج الذكر والتحصينات طبعا، ولا تأخذي سورة البقرة إلا بعد قطف الثمار الاستغفار. هيك يعني لا نأخذ سورة، أول إشي نبدأ بالاستغفار، نلزم الاستغفار 30,000 استغفار، نكثر، نترك الذنوب ونمتثل لأوامر الله هكذا. بعدين إن شاء الله بعد ما الله يمطرنا ويتغير الحال، يبدأ يتغير الحال ربما 14 الحال يبدأ يتغير تدريجيا، مش يعني بعد 14 يبدأ، لربما نصل إلى بعد 14 خمسة أشهر إلى يعني عن جد حقيقة الاستغفار. ننتقل إلى سورة البقرة 4 مرات إن شاء الله، من يستطيع يعني وعنده الوقت وكافي وبيعرف يقرأ 4 مرات سورة البقرة، وينزل في ورد الاستغفار. يعني ينزل، يعني إذا هو بستطيع 20,000 فلاف على 20,000، 15 15 14 12 13 10، لا يترك الاستغفار أبدا، ولا تترك سورة البقرة بعد اليوم أبدا. فالمصاري النهائي هو سورة البقرة يوميا مرة، والاستغفار قدر المستطاع 10,000 20,000 25,000 30,000 هكذا نسير. طبعا بعدين تأتي كل العبادات التي تطبقها، طبعا الصلاة وكل هذا، هذا بعد ما إنك تجد ثمار كل آية وتبدأ تبلغ. مأمور إنك تبلغ ولا لا يستجيب الله لك. ليش؟ لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن منكر ليشكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب. أنت لا تأمر معروف، ما لك شيء عند الله، تدعو ما في لك شيء. من يبلغ دين الله؟ فعلينا أن نتوب ونبلغ دين الله، ونلزم إن شاء الله استغفار بالليل والنهار. طيب هاي القصة عشان ما تروح منا بدي أقرأها حتى لو طال الفيديو، أعتذر. جزاك الله خير عمي أبو أحمد، وأول ما شفت الفيديو عرفت إنها قصة أخي سبحان الله، قبل ما أفتح وأسمع الفيديو إن شاء الله سألزم الالتزام ليل نهار، وأخي الله يشافينا من السحر. حتى قصة الأخ إلى نهاية الفيديو من مصر، إحنا من مصر، شجعني. قال يعني عندما تكلمنا عن قصة في أحد الإخوة مصري، قال فجاء المطر وجاء سيل معه وجرف في المقابر الأصحار كلها، فأبطلت أصحار الناس وشفيت الناس، فهمت؟ فهي بتقول إن شاء الله يجي سيل جديد. قصة أهل الأخ إلى نهاية الفيديو مع مصر، إحنا اللي كان في نهاية الفيديو، إحنا من مصر، شجعني قال جاء سيل وأخرج السحر من المقابر. إن شاء الله رسالة لي من الله أن لزمت الاستغفار، وإن شاء الله يجي سيل يخرج السحر من المقابر. أنا وأخي عندنا سحر مدفون في المقابر، وكان عندي وسواس الموت من 2 سنين، بس الحمد لله بعد الاستغفار ما عاد يجيني الوسواس. كنت أخاف أنام
وأموت وأخاف على أهلي من الموت، كان عذاب كل يوم. الحمد لله والله شفاني من بعض الأمراض، وأمس الليل كله كنت أستغفر، والصبح وجدت سحاب فوق المنزلنا، قلت سبحان الله وباقي السماء صافية. قبل يومين قلت سأغير ورد الاستغفار وبحثت عن ورد آخر للزواج، وأنا بقرأ الورد وكنت أنام لساني نطق فجأة وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان الله، فرجعت للاستغفار، وإن شاء الله ألزم الاستغفار ليلة نهار. حياكم الله إخوتي الكرام، نعم علينا أن نعيش الاستغفار، نلزم الاستغفار، نأخذ الاستغفار. والذي يعلم عن الاستغفار شيء ولا يتحدث، والله من كتم علم ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. أنت تسمع وتسمع القصص وأنت مسكر وترجو من عند الله أن يفرج عليك، لا والله لن يفرج عنك، لا والله أنت لا تنشر دين الله، لا والله أنك لا يعني ما لا ترجو لله وقارا. توب إلى الله. سمعت القصص، حفز غيرك، حدث غيرك، قل لنا يا عمي إحنا ضايعين، لأنه العذاب قريب، بتدور حوالينا الأمور، عمال تدور حوالينا حروب وتشريد وتقتيل وتدمير وزلازل، زلزال سوريا وتركيا وزلزال المغرب وزلزال تسونامي ليبيا والحرب بغزة وسمي وبلبنان، ويلا أبرم أبرم، وسوريا واليمن، وأكمل وين بدك تصل يعني، كله عنا عنا، كل المشاكل عنا. خلينا نتوب، بيرفع الله بسعة بسعة، يرفع العقاب عنا ويسلطنا نحن عليهم. الله يرضى عليكم. من كانت عنده قصة، سنترك جروبات القصص، تفقدوا الجروبات يا جماعة، لكن نطلب من الإخوة والأخوات أن لا ينتسبوا أكثر من جروب بجروبات النساء، لأنه سيتم حضرهم. يعني أنت من السودان، في جروب السودان ادخل على السودان فقط، هي نفس المحتوى، فلا تدخل بعشر جروبات وبالآخر تقول لماذا حضروني. هناك جروبات للقصص، إذا عندك قصة لا تستطيع الوصول إلى المشرف ففي جروب هناك اسمه اترك قصتك هنا، فتترك قصتك هنا وعلى التعليق كذلك. هناك قنوات جديدة وناس الحمد لله رب العالمين، إخوة بدأوا يعني، وجهنا نداء لأصحاب القنوات على السوشيال ميديا، فمنهم بدأ يستجيب. صار عندنا قناتين، واحدة فيها تقريبا 160 ألف متابع، والثاني عندنا 100 ألف متابعة جديدة، يعني وهبوهم بفضل الله يعني أنه ينشروا هذه قصص المستغفرين. نعم، إحنا اليوم مش موضوع أوراد، اليوم موضوع توبة ورجوع، لأن التمكين في الاستغفار، فعسى الله أن يتوب علينا ويغير أحوال هذه الأمة وتنهض هذه الأمة وتنفض غبار هذا ذل المعصية. عظم المعصية، هي التي دمرت حياتك. المعصية لله، أنت لا تدري من تعصي، أنت لا تدري أنت ليه أنت بتعصيني، أنت إذا ابنك ما سمع كلامك ويمكن الله أعلم شو بتعمل فيه. طب أنت تعصي الله في الليل والنهار، يعني أنت من تعصي؟ لازم لما قلبك بنضف بكثرة الاستغفار بتصير تعظم الله. ليش؟ الله قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، عندما قال فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. فبالاستغفار أنت يبدأ العظمة تظهر في قلبك، يعني شئت أم أبيت تبدأ تراقب الله، تبدأ تخاف الله. نعم، الله يبارك فيك ويرضى عليكم. أعتذر الإطالة والصراحة يعني أخرات دعواتكم يا جماعة، أسأل الله العلي العظيم أن يجعل منكم كلكم مبلغين آية، همكم الوحيد أن يرفع الله الغم عن الأمة وعن مصر الحبيب، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا إلى العز والكرامة والرقي، وأن نسود الأمم إن شاء الله خلال سنة. نعم والله، لربما إذا في 10,000 صادق أصحاب قصص من الذين عاشوا وعرفوا الله وبدأوا يعني عن جد عندهم أصحاب القصص الذين وجدوا ولا زالوا مستمرين. نزلت قصة قبل قليل،
يصلها سنتين معنا منذ أن فتحت القناة وهي عندها كلام كبير. الله نعم يمسك شيء عليك عن شان يريد منك أكثر عبادة ويفتح عليك كرامات كرامات والله عن شان، لكن الشيء الذي تبحث عنه لا زال يمسكه عن شان ظلك تسأل يا رب يا رب يا رب. فالحمد لله رب العالمين، لكن يربط الله على القلوب، الله يعطي. فإن شاء الله إن نكون تنهض هذه الأمة، فدعوة هؤلاء 10,000 على الظالمين ستمحقهم محقا. رب أشعة أغبر، واحد لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله في زوال هذه الأمم الكافرة لأزالها الله. لكن إن شاء الله بصير عنا 10,000 من هؤلاء. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أن تنشروا قصصكم وتسجلوها وتنشروها وتساعدونا. نعم ساعدونا هذه الأمة، مش في رقبتي، في رقبتكم كلكم، كل من سمع الاستغفار في رقبتك. بتكاش تنهض يا أخي، إذا بلدك غني أنت غني، إذا بلدك عايش في نعيم أنت عايش في نعيم، إذا بلدك فقير وحروب أنت في الحرب وأنت مشرد، شو بتختار؟ علم الناس الاستغفار، فبالاستغفار رحمة الله. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، وانشروا هذا الكلام. نعم هذا مش كلام استحنا، احنا نعرف الله من خلال الاستغفار. إذا عرفنا الله لن نتفلت، بل نتفنن في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.